السادة ضيوف الأعزاء، السادة أعضاء لجنة التحكيم الموقرة، السادة أعضاء اللجان الفرعية واللجنة العليا المحترمون، الإخوة القراء والحفظ المحترمون، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العلي العظيم. على مدى جلسات متتالية وقفنا عند عدد من المتسابقين في تلاوة القرآن الكريم وحفظه، على مدى جلستين يوم أمس وجلسة مسائية أولى هذا اليوم، قدم المتسابقون أروع ما لديهم في خدمة كتاب الله العزيز، سواء بأصوات متفانية في خدمة القرآن الكريم أو بصدور تسعت لحفظ الكتاب المجيد. واليوم نستأنف هذه الجلسات بالجلسة المسائية الثانية، وأدعو جميع الحضور في هذه القاعة إلى التقدم والمشاركة بالاستماع والإنصات إلى التلاوات المباركة. خير ما نبدأ به هذه الجلسة تلاوة عطرة لآي من الذكر الحكيم، حيث يتلو فيها قارئ العتبة الكاظمية المقدسة السيد عبد الكريم قاسم ما يتيسر له من سورة الأنبياء. صلوا على محمد وآل محمد. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان
وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. Was
زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. صدق الله العلي العظيم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. الله صلي على محمد وآل محمد. شكرا للقارئ السيد عبد الكريم قاسم قارئ العتبة الكاظمية المقدسة على هذه التلاوة العطرة. إذن على بركة الله تعالى نستأنف هذه الجلسة المسائية مع مجموعة من القراء وحفظة القرآن الكريم، ونبدأ على بركة الله مع المتسابق الأول القارئ محمد سعد كريم يتلو ما يتيسر له من سورة الأنعام من الآية 160 إلى الآية 165. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يدفع الله عن مستمع القرآن بلوى الدنيا وعن تاليه بلوى الآخرة، والذي نفس محمد بيده لسامع آية من كتاب الله وهو معتقد أعظم أجرا من ثبير ذهب يتصدق به، ولقارئ آية من كتاب الله معتقدا أفضل مما دون العرش إلى أسفل التخوم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل واتلو من قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر
مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء أولئك لهم عذاب عظيم. أعد. ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أحسنتم، بارك الله فيكم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. شكرا للحافظ عبد الله حامد حسين، بارك الله فيك. ونبقى مع حفظ القرآن الكريم، والآن يتفضل الحافظ جابر حمادي، فاستقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. إن الصلاة على النبي عظيمة، والآل هذا ما روت أخبار، صلوا عليهم إن تجلى ذكرهم، فهم الأئمة والعلى الأطهار.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا أخي واتل من قوله تعالى: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. أعد الآية. بداية الآية خطأ. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فبئس مثوى المتكبرين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. أحسنتم بارك الله فيكم. صدق صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. شكرا للحافظ جابر حمادي. وحقيقة هذه القلوب التي اتسعت لحفظ القرآن الكريم هي مصطفاة بهذه البركة الإلهية. ومن الحفظ نعود إلى تلاوة القرآن الكريم وندعو القارئ المتسابق علي سعد جودة يتلو ما يتيسر له من سورة الأنعام من الآية 59 إلى الآية 62. روي عن سيد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام أنه قال: من قرأ آية من كتاب الله عز وجل في صلاته قائما يكتب له بكل حرف 100 حسنة
فإذا قرأها في غير صلاة كتب الله له بكل حرف 10 حسنات، وإن استمع القرآن كتب الله له بكل حرف حسنة، وإن ختم القرآن ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن ختمه نهارا صلت عليه الحفظة حتى يمسي، وكانت له دعوة مجابة، وكان خيرا له مما بين السماء إلى الأرض. صلوا على محمد وآل محمد. يا الله، أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار ويعلم ما جرحتم بالنار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم يؤمنون
وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة حتى حافظ عباس محسن يعقوب. استقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل. وأيضا هناك تذكير بالبحث النهائي بالنسبة للمتسابقين في تلاوة القرآن الكريم للجلسة النهائية يوم غد. كل متسابق يختار أحد النصين التاليين، الأول من سورة الأعراف إلى بداية سورة الأنفال، تحديدا من الآية 200 من سورة الأعراف إلى الآية 4 من سورة الأنفال. أما النص الثاني فمن سورة فصلت من الآية 46 إلى الآية 54. جزاكم الله خيرا. الشيطان الرجيم. تفضل يا أخي العزيز واقرأ من قوله تعالى: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهد مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وأهلهم أجمعين. أعد فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. أعد من بداية الآية. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أحسنتم بارك الله فيكم جزاكم الله. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. شكرا للحافظ عباس محسن يعقوب على هذا الحفظ المبارك وجزاك الله خير الجزاء. يتفضل الآن الحافظ حسام حميد. استقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الشيطان الرجيم. تفضل يا أخي الكريم واتلو من قوله تعالى:
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وشاقوا الرسول وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. شكرا للحافظ حسام حميد، بارك الله فيك. الآن يتفضل القارئ المتسابق حسين علي حسين يتلو ما يتيسر له من سورة الأعراف من الآية 199 إلى الآية 205. أروني نميرا يستطاب بورده كما في الكتاب المستعاذ بحقه. إذا قيل ما فضل الكلام تجلى له الفضل في الدارين طوبى لفضله. وقارئ آيات تفنن قوله بما أحكم من ذكر وزان بصنعه. ومن حفظ القرآن حسبك أنه شفيع
لمن أفنى الحياة بحبه. صلوا على محمد وآل محمد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان نزغ
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من رجل علم ولده القرآن إلا توج الله أبويه يوم القيامة بتاج الملك وكسيا حلتين لم ير الناس مثلهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل واتل من قوله تعالى: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله
ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين أحسنتم بارك الله فيكم طيب الله فاسم صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم شكرا للحافظ محمد أكرم عيس بارك الله فيك والآن يتفضل الحافظ منتظر رعد خالد هناك تنويه أيضا من قبل الإشراف العام على المسابقة بالنسبة للجلسة النهائية ليوم غد ستكون هناك جلسة واحدة فقط يوم غد عند الساعة 6:30 مساء على جميع المتسابقين الحضور في الموعد المذكور لمعرفة من سيرتقي منهم للتنافس في المرحلة النهائية والمشاركة في جلسة الغد بالنسبة للفترة الصباحية والظهيرة هناك استراحة الجلسة تبدأ عند الساعة 6:30 مساء وبالنسبة أيضا للنصين تم التنويه عنهما في تلاوة القرآن الكريم يختار كل متسابق أحد النصين سنبدي إن شاء الله لو بعد إذا تتفضل لجنة التحكيم بالسؤال تفضل فضيلة الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تفضل يا أخي واتلو من قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم أعد الآية ليه؟ لم تقرأ صحيح فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن
تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا فاحكم بين الناس بالحق أعد إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا أنزلنا إليك الكتاب بما لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما أعد ومن يعمل منكم سوءا بجهالة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما أحسنتم جزاكم الله خيرا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم شكرا للحافظ منتظر رعد خالد بارك الله فيك الآن يتفضل المتسابق القارئ وليد خالد يتلو ما يتيسر له من سورة سبأ من الآية العاشرة إلى الآية الرابعة عشرة أيضا أيها الحضور الكريم لا سيما المتسابقين هناك تنويه يتعلق بتغيير لأسباب فنية في المبحث الأول ليوم غد كان هناك توجيه باختيار أحد نصين بالنسبة للنص الأول هناك تغيير أصبح النص الأول من سورة الأعراف من الصفحة 157 إلى الصفحة 158 من الآية 55
إلى الآية 63 من قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إلى قوله تعالى ولعلكم ترحمون. أما النص الثاني فباق على حاله، وهو من سورة فصلت في الصفحة 481 والصفحة 482 من الآية 46 إلى الآية 54 من قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، إلى قوله تعالى ألا إنه بكل شيء محيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا للقارئ المتسابق وليد خالد على هذه التلاوة العطرة. هي ورود أزهرت وتزهر، وربما ليس آخرها أكيد. نقف عند المتسابق الأخير في هذه الجلسة في مجال حفظ القرآن الكريم، يتفضل الحافظ علي حازم، فاستقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. تفضل فضيلة الشيخ لتوجيه السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا أخي واتلو من قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن.
قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الأرض أو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد أحسنتم جزاكم الله خيرا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم شكرا للحافظ علي حازم. أيها الأخوة الكرام، يوم غد إن شاء الله عند الساعة 6:30 مساء ستكون الجلسة الختامية، ولكن على جميع المتسابقين الحضور في هذه الجلسة، لأنه في بداية الجلسة ستعلن أسماء المتأهلين للمرحلة النهائية، ليس هناك إعلان الأسماء قبل ذلك، وهذا يوجب حضور جميع المتسابقين إن شاء الله. هذا من جانب. الجانب الآخر، أذكر بتغيير النص الأول المتعلق بسورة الأعراف، وأصبح من الآية 55 إلى الآية 63، وأرجو أن تصل هذه المعلومة إلى جميع المتسابقين في تلاوة القرآن الكريم. في ختام هذه الجلسة أشكركم جزيل الشكر، شكرا للجنة العليا المنظمة واللجان الفرعية، لجنة التحكيم الموقرة أيضا، وشكرا للضيوف الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.